تحت رعاية وحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام عبد الله الرومي، أطلقت وزارة الأشغال العامة استراتيجيتها 2035 تحقيقا لرؤية كويت جديدة. وتضمنت أولى الأهداف الاستراتيجية تنفيذ منشآت متميزة لمختلف الجهات الحكومية وعددها 47 مبنى حكومي جديد قابل للزيادة وفق متطلبات الجهات المستفيدة من المشاريع الإنشائية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في إطار ابتكار أفكار وأساليب إبداعية لتنفيذ وإنجاز مشاريع تساهم في تحويل الكويت إلى مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار إقليميا وعالميا، أطلقت وزارة الأشغال العامة استراتيجيتها 2035. تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري فاعل ونابض محليا وإقليميا ودوليا هي واجب والتزام وطني على الجميع ومن بينها وزارة الأشغال العامة، وهي إحياء دور الكويت التاريخي كجسر لطرق التجارة العالمية وتطوير العلاقات الإقليمية والدولية في شتى المجالات. أولى الأهداف الاستراتيجية تنفيذ منشآت متميزة لمختلف الجهات الحكومية وعددها 47 مبنى حكومي جديد قابلة للزيادة وفق متطلبات الجهات المستفيدة من المشاريع الإنشائية. إنشاء وإنجاز مبنى الركاب رقم 2 بمطار الكويت الدولي الذي يعتبر أضخم مشاريع خطة التنمية والذي يرفع القدرة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي لتصل إلى 25 مليون راكب سنوياً. إنجاز مشروع تطوير وتنمية ميناء مبارك الكبير الذي يعتبر حجر الزاوية في اكتمال منظومة النقل البحري وتطوير الجزر والمنطقة الشمالية بالدولة. وباكتمال هذين المشروعين الاستراتيجيين الميناء والمطار ستشهد دولة الكويت نقلة نوعية في مجال النقل باعتباره المحرك الأول للتنمية في مختلف مجالاتها. كما أن من بين الأهداف إنشاء مبنى الركاب رقم 2 بمطار الكويت الدولي بجانب إنجاز مشروع تطوير وتنمية ميناء مبارك الكبير، لتكون هذه الأهداف جميعها أركان رئيسية في استراتيجية وزارة الأشغال العامة. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.